محسن ياجور كيمر الكرة فرصة صار فريق الوداد ضغط ضغط العمليات كرة عالية هناك خليقي كيزداد دائما داخل منطقة العملية الهدف الأول لصالح الوداد الهدف الأول لصالح الوداد ياسين الكحل سجل الهدف لكن غير راضي غير راضي نتابع نعم لأنه سجل هدف على فريق الأم على فريق الأمس على الفريق الذي تعلم فيه كرة القدم نعم فرحة فرحة ياسين الكحل لم تكن بكل صراحة فرحة الهدف لكن ربما رغم ذلك تألم لكنه الهدف على كل حال هدف لصالح فريق الوداد هدف مقابل لا شيء هدف مقابل لا شيء والتغيير في هذا الأثناء إذن كيغادر محمد بن رابح وكيدخل لويس باسكال هدف مقابل لا شيء لصالح فريق الوداد